وبداية تداولات الأسبوع القادم اعتبارا من يوم غد الاثنين. ينضم إلينا هنا في الأستوديو السيد علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة أرزاق جلوبال سكيورتيز. علي مرحبا بك، صباح الخير. صباح النور. أهلين علي. بداية، أداء كان إيجابيا في الأسبوع الماضي نتيجة مجموعة من البيانات الإيجابية تحديدا في الولايات المتحدة. هلك، ما هي قراءتك لما حصل الأسبوع الماضي وطريقة التفاعل وتحول تركيز الأسواق من العناصر السلبية وتحديدا من أوروبا إلى الولايات المتحدة تحديدا في الفترة الأخيرة؟ يعني هو بالتأكيد الأسبوع الماضي رأينا يعني سلسلة البيانات الإيجابية التي تصدر من الولايات المتحدة تستمر في وتيرتها. تصريحات، لا تنسى كان عندنا الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، كانت أيضا أكد للشهر الثاني على التوالي أو الاجتماع الثاني على التوالي بأنه النمو في الولايات المتحدة يستمر، ولكن بوتيرة يعني بطيئة بعض الشيء. ولكن لكن القراءة أو التصريح كان أكثر إيجابية من التصريح الأسبق. أي، ولذلك لم يشيروا إلى أي QE3 قريب، وهذا عزز النظرة الإيجابية خاصة لأسواق الأسهم. ورأينا طبعا كما تعرف أسعار الذهب يعني فقدت تقريبا $50 الأسبوع الماضي جراء ذلك، وذلك نرى عودة شهية المستثمرين للاستثمار في أصول ذات مخاطر عالية. لكن أليس غريبا علي أن تدمر مكاسب الذهب هكذا كلما تحدث الفيدرالي الأمريكي، لأنها لثاني مرة على التوالي يتعرض الذهب لهزات وخضات كبيرة بعيدة تصريح الفيدرالي الأمريكي بشأن أوضاع الاقتصاد في الولايات المتحدة، وذلك لفائدة الدولار في المقابل؟ بالتأكيد، يعني ولكن هناك من استفاد حقيقة بهبوط الدولار. يعني الـ International Bank of Settlements IBS قال أنه بنك التسويات، نعم، قال أنه هناك ما بين 250 إلى 300 مليون مليار دولار من الذهب، قد physical gold قد تم شراؤها من البنوك المركزية. فعلا البنوك المركزية دخلت عندما هبط الذهب لتعزز من مراكزها من 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 الذهب. وحقيقة إذا نرجع لأسواق الأسهم، يعني إحنا لا ننسى مراد إنه إحنا في أسواق الأسهم doubled in value، يعني من مارس 2009. فأتوقع إنه تستمر هذه النظرة الإيجابية ما دام المستثمرون والمتداولون مقتنعون بأن البنوك المركزية سوف تستمر في ضخ السيولة إذا ما استدعى الأمر لذلك. لكن لاحظنا كذلك في الأسبوع الماضي مع تحسن أداء الأسواق المالية هناك نوع من الخروج من سوق الديون الحكومية وسوق سندات الحكومية لفائدة الأسهم، وبالتالي هناك شهية تعود للمستثمرين شيء للمخاطرة كذا. بالتأكيد هذه هي، وهذا ما قلته، يعني شهية المخاطرة أو العودة إلى riskier assets، الأصول ذات المخاطر الأعلى قد عادت للأسواق، وسوف تستمر كما قلت في رأيي ما دام لدى هؤلاء المستثمرون إنه البنوك المركزية سوف تتدخل. يعني لا أحد يستبعد إنه من يكون هناك QE3 مرة أخرى إذا استدعى الأمر لذلك. كانت كذلك توقعات في الفترة الأخيرة نتيجة الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي والذي كان مفاجئا نوعا ما لدى الكثيرين، أثارت توقعات بشأن رفع الفائدة في الولايات المتحدة في المقابل، فهل تعتقد أن هذا السيناريو قابل للحصول، علما أن الفيدرالي أكد أنه سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام 2014؟ لا أعتقد، يعني خلال 20 سنة الماضية الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في الدول المتقدمة عموما لا تقوم بمفاجأة الأسواق إلا في يعني في الشديد القوي مثل ما يقولون، فلا أعتقد سوف يقوم الفيدرالي برفع الفائدة من غير على الأقل وضع بعض العلامات شهرين ثلاثة قبل ما يقوم بذلك. يعني نعم، كذلك المؤشر S&P 500 نهاية الأسبوع الماضي كان اختبر مستويات 1400 نقطة، وهي أعلى مستويات منذ مايو من العام 2008. نعم. هذا يعطينا صورة عن العودة القوية للمؤشرات الأمريكية، فهل ترشح
هذه هذا السيناريو للتكرار في الفترة القادمة، أم أنه ربما كان تفاعلا ظرفيا مع البيانات؟ والله كله يعتمد، اذا استمرت هذه الوتيره من الارقام الايجابيه انا اعتقد شهيه المخاطر سوف تعود مره اخرى، سوف تتجه كثير من الاصول من سيفر اسيتس الى الريسكير اسيتس الى الاسهم الامريكيه. عندنا قطاع الارقام مثلا هذا الاسبوع اغلبها من قطاع العقار في الولايات المتحده، نيو هاوزنج ستارتس، اكزيستنج هاوزنج ستارتس. اذا كانت هذه كلها إيجابية أيضا هذه حتساعد للمستثمر خاصة الأمريكي من الدخول مرة أخرى في الأسهم. نعم، كذلك بالنسبة للأسواق العالمية الأخرى في أوروبا تحديدا كان هناك أداء جيد لشركات التصدير أو لأداء شركات التصدير في شهر يناير الماضي في أوروبا تقريبا، وهذا ما أثار نوع من التفاؤل وموجة من الارتفاعات في الأسواق الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي. كذلك هل الصورة بدأت تتغير نوعا ما بالنسبة لأوضاع الاقتصاد الأوروبي خلال هذه البيانات؟ نعم بالتأكيد، قطاع الصناعات في أوروبا خاصة في ألمانيا وفرنسا أدائهم جيد، خاصة ببقاء الطلب من المستوردين من آسيا للسلع ذات الجاذبية الأكبر أو ذات الجودة الأكبر من سيارات ومن ملابس فارهة، ساعات إلى آخره. هذا ما زالت في تزايد خاصة من الصين والهند واليابان أيضا. نعم، لكن إذا عدنا للاقتصاد الأمريكي تحديدا، أسعار النفط التي ارتفعت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون ربما معرقلا أو تعوق انتعاشة الاقتصاد الأمريكي المعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي؟ بالتأكيد هي هذه أحد، ولذلك احنا رأينا في اجتماع أوباما كاميرون وكانت بعد تسريبات لذلك هبط الدولار النفط 4 دولارات قبل يوم الجمعة. تسربت معلومات أنه ربما حيكون اتفاق ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا على من استعمال المخزون الاستراتيجي للنفط. فبالتأكيد هذه هي، وهذا أصلا ما صرحت به لاغارد، قالت أنه أحد العوامل التي ربما تشكل خطر على الاقتصاد العالمي هو ارتفاع أسعار النفط، ربما تحد من النمو وثقة المستهلكين. عندك من ناحية انفليشن ومن ناحية يحد خاصة في الولايات المتحدة أسعار البنزين، ونحن نقترب من فصل الإجازات، كلها شهرين أو ثلاثة ندخل في فصل الصيف، ويعني جل الأمريكيين إلا نسبة قليلة منه داخل الولايات المتحدة وليس خارجها. وهناك في المقابل الغريب في الأمر أن الطلب على السيارات كان ارتفع، أو مبيعات السيارات الجديدة كانت ارتفعت بواقع 16% في الفترة الأخيرة، وهو ما تم اعتباره مؤشرا إيجابيا على الطلب أو تزايد الطلب في الاقتصاد الأمريكي. بالتأكيد نعم، هذا أيضا اقتناء السيارات الجديدة لدى الولايات المتحدة وحتى في أوروبا بريطانيا خاصة يعتبر دليل على ثقة المستهلك، أما في عمله أنه مستقر في عمله أو في المستقبل المالي بالنسبة له. فهذه نظرة إيجابية تستفيد منها قطاعات كثيرة أخرى. ولو أن أرباح الشركات ليست بالكبيرة، الأرباح حتى وإن كان هناك تحسن في الأرباح، الأرباح إما ثابتة وإما ارتفاع جزئي وطفيف، لكن على الرغم من كل ذلك هناك من يقرأ في ذلك إشارات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فهل هذا كاف علي ومؤشر على نوع من التعافي الذي بدأ يدخل للاقتصاد الأمريكي؟ هو الكافي منه استمراره، هو ليست كما ذكرت هي أرقام قليلة، ولكن هذه الأرقام إذا استمرت معنا ودخلنا فيها الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام حتكون لديها الصدى الأكبر، وخاصة عندما لا تعود مشكلة الديون السيادية مرة أخرى على أنظارنا ومسامعنا. طيب بالنسبة للاقتصاد الصيني تحديدا، يبدو أن الأخبار السلبية تأتي الآن من الاقتصاد الصيني، علما أن الأخبار السيئة كانت في بداية الأمر تأتي من الغرب، تأتي من أوروبا ومن الولايات المتحدة، والآن السيناريو بدأ يتغير.
لأن الاقتصاد الصيني بدأ بالفعل يتأثر ربما بانكماش سوق التصدير في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة تحديدا في أوروبا، فهل تعتقد أن هذا من شأنه أن يؤثر على مستقبل توقعات الأسواق لما تبقى من هذا العام؟ يعني هي شوف، هي بالطبع الصين من بعد النمو الهائل اللي حققته خلال 10-15 سنة الماضية، أنه استمرارها في تحقيق نمو ب10 و9 و7% للعشر سنين القادمة بالتأكيد هذا unsustainable، يعني لن يكون باستطاعة الصين المحافظة مستمرة أن تستمر على هذا الشيء. ربما حيكون النمو ما بين 3.5 إلى 4.5 5% إذا تكلمنا في السنين القادمة، بالنظر كذلك إلى حجم الاقتصاد الصيني الذي صار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من الصعب الحفاظ على هذا. وذلك لا تنسى أنه هذا اقتصاد نامي، وفي مرحلة ما هذا الاقتصاد سوف ينضج، وبالتأكيد عندما ينضج حتقل أولا الاكسبندتشر الحكومية في البنية التحتية، يعني في وقت ما حيخلصوا من بناء شوارع ومن بناء سدود ومن بناء إلى آخره. فبالتأكيد في العشر سنين القادمة متوقع أنه الصين لن تحافظ على هذا المستوى من النمو. طيب، هذا قولك عن الصين يا علي، لنتوقف في فاصل قصير نستكمل بعده جولتنا وتطورات الأسواق العالمية. كونوا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل.